كم بكل خير، هذه تحيتنا، تحية الإسلام الخالدة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. من أرضية ميدان المرموم نقدمها إلى حضراتكم، وعبر شاشة دبي ريسنج لنتواصل في سن الكبار ومع ذلل وزمول أصحاب السمو الشيوخ في هذا اليوم بهذه الشعارات والانطلاقات. ثالث أشواطي صباحي هذا اليوم، لقد أعلنت انطلاقته وأعطت إشارة البدء على هذا المسار في 6 كيلومترات. نبحر مع المراكز الأولى في هذا الانطلاق ونرى ما شاء الله سيطرة بالشعار الأحمر في البداية، رياسية جميلة من هذا الانطلاق والاندفاع. هاملولة على رأس الحربة في المركز الأول من هجن الرياسة، وهاملولة على المركز الثاني أيضا من هجن الرياسة بهذا الانطلاق، وحمدان بن محمد بن مروشد يقدم كذلك هملولة على ثالث المراكز والمركز الرابع والخامس ما شاء الله تبارك الله مع هجن الرياسة، ويتقدم حمدان بن محمد بن مروشد في عملية التضمير مع هذا المسار، بينما المركز السادس نتواصل مع سادس المراكز، وهذه الشروط تأتي في المركز السادس. مشاهدينا متابعينا الكرام، لاسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النيان، يضمرها الصادق بن فضل الأمين، وكذلك يقدم لنا في هذا الانطلاق في هذا التحدي العليا، تأتي في هذه الانطلاقة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، ويضمرها صادق بن فضل الأمين كذلك حاضرة على المركز السابع، بينما المركز الثامن من هجن العاصفة الشاهينية يدير تضميرها غياث الهلالي، المركز التاسع أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع، والمركز العاشر في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع هذه سلطة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان، يضمرها الصادق بن فضل الأمين. هذه المشاركة في ميدان المرموم، هذه الأسماء الحاضرة المنطلقة المتنافسة في ثالث الأشواط على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق والجميل والرائع الذي يحمله ميدان المرموم دائما وابدا، بكل ما هو جميل، بكل ما هو جديد، بكل ما هو رائع على أرضية هذا الميدان. نسير مرة ثانية ونعود للمراكز الأولى، نتقدم للمقدمة، نسير مع 6 كيلومتر في رقص الكبار ومع هذه الأسماء الحاضرة. نعود إلى هماليل الرياسة، ما شاء الله هذه النتائج لم تتغير، الخمس المراكز الأولى سيطرة رياسية بالشعار الحمر الخطر، ومع أحد شبابنا حمدان بن مروشد وانفراد هاملولة اللي منفرد عن الكل. هذه بالمركز الأول على شاشة دبي ريسنج على المقدمة، وتقود هذا المسار تحمل شعار هجن الرياسة، يقودها في التضمير حمدان بن محمد بن مروشد أحد شبابنا المضمرين، بينما المركز الثاني والثالث أيضا هاملولة، وهاملولة من هجن الرياسة، والمركز الرابع والخامس أيضا مع هجن الرياسة. ما شاء الله تبارك الله، هجن العاصفة تتدخل على المركز السادس، وتقدم الشاهينية مع غياث الهلالي للتنافس والأثارة على أرضية هذا الميدان، بينما هناك سلطانة تأتي في هذا الاندفاع لاسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النيان، والصادق بن فضل الأمين يتولى عملية التضمير والتدريب. التواصل يستمر والانطلاقات تتوالى والأشواط، وهملولة من هجن الرياسة أيضا تتدخل على المركز السابع، يضمرها حمدان بن محمد بن مروشد، المركز الثامن أفراح تعود ملكيتها ل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع، والمركز التاسع هذه الشاهينية من هجن العاصفة، يضمرها غياث الهلالي، والعاشرة
الشاهينية من هجة الند الشبع وتضمير سالم بن سعيد. هذه النتيجة، هذه النتيجة للمرة الثانية على التوالي في هذا الانطلاق والاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان، مع الثنايا مع هذا السن ومع الانطلاقات الجميلة. عودة إلى المراكز الأولى، عودة إلى الانطلاق الأول في هذا المسار وفي هذا اللقاء الصباحي هنا في المرموم، مع الثنايا مع الانطلاقات الجميلة. شاشة دبي ريسنج في النقل الحي والمباشر على تلفزيون دبي، وهذه ريسنج الحاضرة المنطلقة مع هذا الاندفاع للمشاهدين للمتابعين، مع هجن أصحاب السمو الشيوخ. عودة إلى المراكز الأولى، عودة إلى الانطلاق الأول في هذا المسار، عودة إلى قيادة الشوط. هملولة هملولة مسيطرة على المقدمة، سيطرة كاملة وسيطرة جميلة ورائعة للقاية. هملولة هملولة على رأس الحربة تسير بركب المقدمة، تسير بالمراكز الأولى. هملولة من هجن الرياسة وحمدان بن محمد بن مروشد يقدم هذا الشعار، ما شاء الله استعداد باين وملحوظ وجهود كبيرة من هذا الشاب لهذا للإنجازات للإنجازات، والمتابعين والجماهير حاضر هنا في ميدان المرموم ومقدم هذه النوعيات. يا سلام يا سلام يا سلام، الألف وميتين، الألف وميتين غادرناها غادرناها. حرك يم حرك، تابع يم تابع، جاوز يم جاوز في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع. ولكن هناك هملولة هملولة على رأس الحربة وهي تنطلق بالمركز الأول، تسيطر على مقدمة هذا الشوط وهذا الاندفاع في هذه التحديات. هملولة على رأس الحربة هي اللي تقود مسار الشوط، هي اللي تندفع بانفراد، ما شاء الله بانفراد أصلا من البداية، من البداية وهي هذا موقعها، هذا موقعها منفردة عن الأبكار الثنايا، يعني يدل على أصالتها وعلى أداها ما شاء الله الجميل. هملولة من هجن الرياسة وحمدان بن محمد بن مروشد، الشاهينية اللي حلت في المركز الثاني من هجن عاصفة غيرت من موقعها، كانت خلف العشر ولكنها ما شاء الله تقدمت وقدمت أداء جميل. كذلك على المركز الثاني هجن العاصفة غياث الهلالي تحركت في الوقت المناسب، وهملولة من الجانب الآخر من هجن الرياسة لحظات الأخيرة والأربعمية متر الأخيرة الذي نصل فيها بعد ذلك إلى الفوز والناموس إلى خط النهاية بهذا الاندفاع وبهذا الانطلاق الجميل. شاهينية العاصفة وهماليل الرياسة بهذا الاندفاع الثنتين، ولكنها الشاهينية، وهناك من الجانب الآخر من الجانب الآخر هملولة هملولة بدلت بدلت هملولة من جانب اليمين على المقدمة من هجن الرياسة، والشاهينية من هجن العاصفة تنافس في الأمتار الأخيرة. تهانينا لهجن الرياسة والشاهينية من هجن العاصفة، لازالت المحاولة الأخيرة، محاولة الأخيرة. الشاهينية هملولة هملولة والشاهينية، الشاهينية وهملولة هملولة والشاهينية. بنشوف هنا بناخذ المركز الثالث، هملولة من هجن الرياسة حلت في المركز الثالث، المركز الرابع من هجن العاصفة الشاهينية، والمركز الخامس من هجن الرياسة. بنعود إلى التوقيت الزمني وإلى الفوت الفنش ما بين هملولة والشاهينية التي قدمت هذا الأداء وهذا التنافس حتى الرمق الأخير على تحقيق الفوز والناموس. هذه هملولة حتى هذه اللحظات، النقطة الثانية هملولة من هجن الرياسة، تقدم توقيت زمني 9:31 جزيل من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، تهانينا لحمدان بن محمد بن مروشة 9:31 وجزئين من الثانية. هجن العاصفة في المركز الثاني، تهانينا لهجن العاصفة، الثانية موصولة للغياث الهلالي، والمركز الثالث ثالث هملولة توقيتها الزمني 9:34 أجزاء من الثانية من هجن الرياسة. تهانينا وتهانينا لحمدان بن مروشة.